بعد انقطاع دام أكثر من 6 أشهر، وصلت أخيرا شحنات من وقود البنزين والديزل إلى محطات مناطق حوض مرزق وبلدياته. الحمد لله تو بعد 7 شهور تحصل عبوة التانك. تو حاليا الحمد لله يعني ماشي الأمور. جت البنزين اليوم متوفرة، أو الناس كلها تعبي خزان كامل. اليوم يعتبر لنحن في الجنوب فرحة كبيرة، البنزين جتنا بالسعر الرسمي للدولة، قبل ناخذ فيه ب2 دينار و3 دينار و4 دينار وصلت. الله غالب يعني الحمد لله تذكرونا جماعة المسؤولين والسياسيين في الدولة اللي جابونا البنزين، والحمد لله نحل فيها مشاكلنا. المواطنون انتظموا منذ ساعات الصباح الباكر في طوابير لملء خزانات سياراتهم بما يكفي من الوقود. في بلدية راغن تم التوزيع عن طريق بطاقات تحمل أرقاما متسلسلة مخصصة لعملية التزود بالوقود. بدأنا نوزع للمواطنين، عملنا إعلان للمواطنين على أساسنا نعبوا كل مواطن فيه 5 دينار بحيث كل الناس تتحرك. يعني فيها فترة طويلة ما جت البنزين، والناس كل حقيقة اللي فيه ما عنده يعني حتى بيش ياخذ ليترة واحدة، ليترة ب3 دينار حقيقة، وفي ظل غياب السيولة أمر متأزم يعني حقيقة. يعني صار يعني قلنا نعطوا كل واحد 5 دينار تمشيلها طبعا 4 أيام 5 أيام على ما جت طبعا دفع أخرى. بعد معاناة يعني حوالي 8 سنوات الآن البنزين في محطة راغن، والحقيقة نشكر الذين قاموا على هذا الجهد المبارك في وصول البنزين إلى محطة راغن، ونأمل من الجهات الرسمية أن تكون دائما على استعداد لمساعدة المواطن. خطوة استبشر بها المواطنون خيرا هنا، على أمل أن يستمر وصول الإمدادات بشكل طبيعي إلى مناطقهم دون انقطاع لتنتهي الأزمة بشكل نهائي.